رغم أن مشاعر الانتقام كانت تسيطر على الشابة الإيرانية أمينة بهرامي طوال 7 سنوات، من شخص دمر حياتها بإلقاء مادة حمضية تسببت في إصابتها بالعمى، إلى أن المفاجأة حدثت أمس قبيل لحظات من إنزال العقوبة القضائية به بعد أن ترأفت به المجني عليها، حيث دعت الشابة إلى وقف العقوبة ضد ماجد موحدي الذي ألقى عليها حامضا حارقا عام 2004 انتقاما من رفضها طلبه الزواج منها. وقالت الشابة الإيرانية إنها اتخذت قرارها لعدة أسباب من أجل الله وبلادها ونفسها، وأضافت أنها عملت طيلة 7 سنوات لضمان عدالة مبدأ العين بالعين، مشيرة إلى أن عائلتها كانت تعارض العقوبة. وكانت محكمة إيرانية قد أدانت موحد عام 2008 بتهمة تشويه وإصابة الشابة الإيرانية بالعمى.